مهرجان رقم 167 من ضمن النشاطات من 2004 ولحد الآن. وطبعا من الضروري جدا أن تكون المرأة متميزة وهي قائدة بالمجتمع، خصوصا المرحلة ما بعد داعش، لأن نحس أن النهوض يجب أن يكون من المرأة، لأن يعني المرأة هي الحبيبة وهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي كل شيء بالمجتمع. إحنا من واجبنا أن نكرم المرأة، لأنها لا نعني هي فقط نصف المجتمع وإنما كل المجتمع، لأن مهرجان هو هدفه بناء التسامح والتنمية البشرية والسلام. المميزات من خلال مهرجان شامل افتتح بموضوع المرأة، ورغم من هذا التقدم العالمي هذه اللوحات تحدثت عن معاناة المرأة وهي طالب حريتها. كانت خلجات وأحاسيس لنساء مختلفات من مجتمعات مختلفة من بيئات مختلفة، طالبة بحرياتها، حرياتها الفكرية أولاً، حرية التعبير، حرية الكلمة، حرية الرأي، جائزة تقديرية حتى كطريقة أو أسلوب للوصول إلى تحقيق غاية المرأة في أن تكون لها دور مهم بالمجتمع. هذه الدورة ولم يتم تشريعها. من المفروض الإسلام في قضية فتح الملاذات الآمنة أو الشلاتر، وأيضا الحياة المدنية مستمرة في هذا البلد. المجتمع دوره في دعم المرأة في أي تجربة تقدمها، أي إنتاج، يعطي الحافز المعنوي اللي يعطي للمرأة دافع أكبر من الحافز المادي أو الحوافز الأخرى. المرأة تحتاج دعم فتأخذ منها عطاء وإبداع متناهي. قاعدة هي دولة رحال أطول مهرجان بالعالم، فترة إقامة 3 سنوات. جائزة عنها اعتبروها مهمة جدا كونها ما ترتبط بمحافظة. لحد ما أجي أنا قبل 4 أيام بها معلومات تخضع للجنة. اللجنة هي اللي تقرر هاي، لكن اللجنة اقترحت قبل سنة بأن يكون المساهمين لكن خصوصا المرأة العراقية لها تقدير ويعني خذي